طيب احمد يمكن طلع تويتر خلاص كورتوا يعني غالبا مش هيلعب، غالبا مش هيكون موجود في كاس العالم للانديه نتيجه الاصابه. النقط الجوهريه اللي احنا كنا بنتابع فيها نقاط قوه ريال مدريد على مر السيزون اللي فات، عمليه الترانزاكشن، عمليه التحول السريع من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه باستخدام اكتر من حاجه، مودريتش، فينيسيوس بيفتح او اسينسيو، بتبدا الكره تتلعب. ايه اللي يعمله النادي الاهلي علشان في حاله والنادي الاهلي بيهاجم يقفل الحته ديت؟ نقفل الجزء ده ازاي؟ عن طريق وسط الملعب يكون في هاني يثبت، ديانج يثبت، حمدي فتحي ما يطلعش، او يعني الجزئيه دي نقفلها ازاي؟ انا شايف انه بدل ما احنا بنلعب يعني بواحد على الدايره واثنين قدامه سبعه وثمانيه، الماتش ده ضروري على الاقل الشوط الاول نبدا باثنين على الدايره وواحد راس مثلث، وواحد راس مثلث قدام. ده بدايه ليه؟ لانه فرضا وجود واحد من كروس او مودريتش، بالذات مودريتش اللي هو هيبتدي يعمل سكان طول الوقت يسكان على طول لمنطقه نص الملعب. انا بقلق من ريال مدريد دايما، حتى بمتابعه الكره الاوروبيه لما بتفرج عليه القلق كله او الخوف من ريال مدريد بالنسبه لاي خصم ليه، من انه ريال مدريد يبتدي يفرض سيطرة. الريتم بتاعه ان هو مش شرط سريع مش شرط بطيء، بس تمركزاته في الملعب انا متحكم فيها. انشيلوتي متحكم في الملعب، بتحكم في الملعب دي مش شرط استحواذ زي ما برشلونه بيعمل، مش شرط اداء طف زي ما بايرن ميونخ بيعمل لما لا، ريال مدريد طول ما الامور تحت السيطره، كل اللعيبه في اماكنها، كل الثنائيات بياخدها، كل الكور الثانيه بياخدها، ريال مدريد دايما بيبقى قادر ان هو يوصل للحته اللي هو عايزها من الماتش. اللي نعمله الاربعه بتوع خط الظهر لما هنعرف ان شاء الله مين اللي هيلعب، لو ميليتاو مش موجود ولو بدا هو بألابا وكارفخال او ناتشو باك رايت وروديجير وواحد من قلوب الدفاع جنب روديجير، هنعرف لما الميليتاو وضعته بالذات تتحسن. اعتقد ميليتاو مش هيلحق يعني، يعني هو اصابته مش اللي هو مش 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 مقلقه قوي بالنسبه لانشيلوتي، حتى هو قال في المؤتمر الصحفي الخاص بماتش مايوركا انه قد يلحق بالمباراه اللي جايه في الليجا، فاحنا ما نافيناش كاس العالم للانديه. فوضعيه ميليتاو، لان ميليتاو برده لعيب محوري في النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها يا كابتن، لان ميليتاو من لعيبه قلب الدفاع اللي بيعرف بباص واحد يضرب خط واثنين. صحيح. عنده دي الحاجه المهمه كمان ان كورتوا بيعرف يعني سيستم ريال مدريد دفاعه وبنائه الهجمه من تحت كان في اوقات كتيره يا كابتن بيقوم على كورتوا نفسه. كورتوا كان بيقول ان انا يعني بعد لما كانوا الشامبيونز ليج اللي فاتت كورتوا قال انا 50% من هجمات ريال مدريد بتبدا من عند انا، لان كورتوا بيباصش باص تقليدي. كورتوا اخر سنتين بالذات مع انشيلوتي باصت كورتوا العاديه ممكن توصل لدايره السنتر عادي جدا على الارض، لما بيكون في ضغط عالي يقدر يوصل الكره واحده بس مش شرط بقى التمريرات التقليديه اللي على الباكات يا كابتن. فخط في حارس المرمى ده هو لونين كده خلاص غالبا اللي هيلعب. لونين حارس كويس مش اكتر من كويس، يعني هو مميز جيد يستحق يلعب في ريال مدريد، ولكن جزء كبير جدا من خطه انشيلوتي بتختلف لما كورتوا ما بيبقاش موجود، لما بنزيما ما بيبقاش موجود. ودي نقطه كولر اكيد، مستر كولر اكيد عارف ازاي يقاوم فرقه النادي الاهلي بناء عليه. كيف يقاوم مستر كولر؟ بص يا كابتن، لازم كولر يكون مقسم المباراه بشكل كبير جدا، لازم يكون مقسم. انا بتفق مع احمد بقصه انك تلعب بمثلث مقلوب في وسط الملعب، لازم انك انت تنزل اكيد محترم امكانيات اللعيبه اللي قدامك، وتنزل تشوف برده ريال مدريد هتواجهك ازاي في ظل النواقص اللي عندها. هو دلوقتي عنده برده اكتر من اوبشن في خط الدفاع، ممكن يحط ألابا في خط الظهر جنب روديجير، ويحط كامافينجا باك ليفت، ويحط كارفاخال باك يمين، ممكن يلعب بشكل الطبيعي يحط ناتشو معاه. بس انا اظن انه ممكن يحط ألابا في خط الدفاع لو جه. يا ريت ناتشو، يا ريت يحط ألابا في مدريد، يا ريت ممكن يحط فعلا ألابا في خط الظهر في حاله انه لو جاهز 100% بحيث انه يبني لعب جدا. بس طبعا بس طبعا لا لا، الماتش ده غير ايا كانت، الماتش ده بالنسبه لي لا لا ايا كانت ماتش تاريخي يا كابتن، ماتش تاريخي جدا. انت ممكن تحط او ممكن فعلا يحط ألابا في حته ان هو يبني اللعبه بشكل كبير جدا من ورا، ولاعيبه شو اللعيب بيقدر يطلع بالكره بشكل كويس قوي في ظل غياب تيبو كورتوا. تيبو كورتوا هو 50 60% من قوه ريال مدريد. لما تبص حتى على فاينل دوري ابطال اوروبا الموسم اللي فات، شال من محمد صلاح ثلاث اهداف محققه، ومن ساديو ماني هدف محقق كان ممكن يخلي ليفربول تفوز بكل سهوله بالفاينل. تيبو كورتوا مش بس قوه ريال مدريد، هو اولا بيدي الفريق اللي قدامه إحاء ان انت مش هتجيب هدف في ريال مدريد، فدي ممكن اعتقد تتكسر في ظل الوجود ده. بصراحه ازاي بقى يعني نستفيد بالاجزاء اللي احنا بنتكلم عليها؟ ازاي يعني ازاي نستفيد بعدم وجود كورتوا؟ ازاي نستفيد بعدم وجود كريم بنزيما؟ ازاي نستفيد مثلا على سبيل المثال من عدم يعني عنصر السرعه مش متوفر قوي في كامافينجا على سبيل المثال، ولكن كارفاخال عنده قوه بدنيه، ازاي نوظف دوت علشان يبقى عندنا تأثير
ايجابي على الغيابات ريال مدريد. لازم يا كابتن يكون في خطه بالنسبه لمارسيل كولر ازاي يحول الكوره من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، مين اللي هيسند عليه في وسط الملعب عشان يطلع للخط الامامي، مين من الجناحين اللي ينفعوا يلعبوا المباراه دي. انا بشوف من وجهه نظري ان المباراه زي دي محتاجه كهربا يكون موجود كوينج شمال بحيث انه يقدر يسحب الحته دي بشكل كويس جدا، لعيب دايما رايح على الجول. وينج شمال ناحيه كارفاخال. ناحيه كارفاخال، هيقدر بسرعته يشكل خطوره كبيره جدا جدا على كارفاخال، لان كارفاخال بطيء بشكل كبير قوي، فانت تقدر بكهربا تقدر تحل قوي يعني. لا بس بالنسبه للوقت الحالي، بالنسبه للوقت الحالي عنده كسرعة بعض المشاكل، عنده بعض المشاكل دافع وتقدر تلعب عليه 1 2 بالعكس. انا بشوف ان احمد عبد القادر هو الاقرب في المكان ده، ممكن ما اختلفش كتير، ممكن عبد القادر بالمهاره برده يعدي، لكن انت محتاج حل في الحته دي انك انت تلعب ازاي على كارفاخال. كمان حته انك لازم تبدا بمحمد شريف كراس حربه بحيث انك انت كل كوره تقدر برده تبني عليه لعب، وتقدر ان الراجل ينزل بشكل كبير جدا ويستلم ويسلم للاطراف بتاعه الملعب. بس مين اللي يقدر يبني في وسط الملعب بالنسبه للنادي الاهلي عشان يطلع الكره لقدام؟ دايما كان كولر الماتشات اللي فاتت تحديدا من مباراه بيراميدز في الدوري كان بيعتمد في القصه دي على حمدي فتحي. حمدي فتحي كان بالنسبه له حل محوري، ولكن شفناه في مباراه سياتل يمكن حمدي كان الدور ده بالنسبه له كان مقفول عليه بشكل كبير جدا، ففي ظل الضغط اللي عليه يمكن حمدي ما قدرش. حتى حمدي عشان يعمل الكلام ده لازم يكون ورا شويه. حمدي فتحي دلوقتي بيلعب تقريبا شبه قفشه شويه بالزبط. يعني هو راس المثلث بالنسبه ولا بيضغط على السرد باك، فعشان يقوم بالمهمه دي انت لازم ترجع حمدي فتحي كراس مثلث ويبقى على يمينه عمرو بالظبط. فانا شايف ان ممكن الحته دي كابتن لعبها عمرو السوليه بشكل كويس. يعني عمرو برده بيقدر يوصل الكره بشكل صحيح. كويس لقدام وبيقدر يرتد بشكل كويس، ولازم برده يلعبوا الحته دي في حته وسط الملعب ان السوليه وديانج وحمدي يكونوا دايما فاتحين الملعب عشان يقفلوا القوه بتاعه وسط الملعب بتاع ريال مدريد. انت اما تقفل قوه وسط ملعب ريال مدريد هتقدر تنقل الكره بشكل كبير جدا، ولازم تعمل جاب ما بين وسط ملعب ريال مدريد وما بين خط دفاعه. لازم الكره ما توصلش دايما لوكا مودريتش اللي دايما هيستلم على وسط الملعب ودايما هيعمل سكان زي ما احمد بيقول ودايما هيوصل يمين ودايما هيوصل شمال. لازم لعيب وهو ممكن يكون ديانجل في الدور ده او حمدي حتى في الدور ده انه دايما يبقى ضاغط على لوكا مودريتش بشكل كبير جدا بحيث انه ما يدلوش فرصه انه يبص للملعب. حمدي كمان في مستر كولر اي بدايه هجمه لريال مدريد حمدي فتحي بيبقى واقف في منطقه جزاء في اي منطقه في الخصم بشكل عام. حمدي فتحي يبقى في منطقه جزاء الخصم بيضغط على اول حاجه اول حد وكل الفرقه ورا، يعني في واحد من المهاجمين بيرحل يرجع مكان حمدي في البدايه في الضغط ده علشان ما يبنيش، وكولر واخد باله من ده جدا، وده شيء كنا مفتقدينه في الكره المصريه بشكل عام، الهاي بريس اللي بيخلي الفرقه تمنع انها تبني زي ما هي عايزه. النقطه المهمه جدا اللي عايز اتكلم فيها ريال مدريد هيدينا مساحات، دي النقطه المهمه. أيوة هيبقى في مساحات كتيره في خط ظهر ريال مدريد، واحنا عندنا اكتر من سلاح في النقطه دي. عنصر المساحات ده يا كابتن وحضراتكم كباتن كتيره وعارفين انه ممكن ابقى انا اقل منك كوره، بس مجرد ان انا خدت مساحات اكتر منك اعرف اوقات معينه من الماتش انهيه، ودي النقطه اللي لازم نلعب عليها. احنا عندنا كهربا، عبد القادر، بيرسي تاو، بالذات بيرسي تاو على وجه التحديد لعب ماتش على ريال مدريد في الشامبيونز ليج مع كلوب بروج، عمل 2 اسيست لايمانويل دينيس في 2018 اعتقد النسخه، خدها ريال مدريد وكلوب بروج كسب ريال مدريد في البرنابيو 3-2 بالظبط، وكان كورتوا جون. بيرسي تاو خد مساحات كبيره جدا في البرنابيو، وبيرسي تاو دلوقتي فتنس بيجيب الفتنس بتاع زمان، وده شيء يحسب لمستر كولر ويحسب للجهاز الطبي بعد فتره طويله من التقطع. طيب. شايف ان بيرسي تاو عنصر شديد الاهميه في الماتش ده، لان نقطه الهيبه عنصر على مستوى السترايكر ولا على مستوى الجناح؟ ده انا شايف انه جناح، اي جناح من اي طرف من الطرفين يا كابتن. بس انا هيبقى عندي مشكله هنا كيفيه الدفاع. بيرجع كابتن دفاع شفناه في سياتل كان بيرجع شويه، يعني كان برضه عنده قوه، بعدين برضه انت لازم يبقى عندك حل الى حد ما هجومي شويه، يعني انت برضه لازم يبقى عندك حل. هتحطه فين؟ بس تخيل ان انت عندك 25 متر كده في خط ظهر ريال مدريد، موجودين دايما. تقدر تلعب عليهم. فين؟ أيوة موجودين دايما، 90 دقيقة تلاقيهم موجودين. ما هو انت اوكي هتستغل هذه المساحات، ولكن في نفس الوقت ما هو ممكن تتضرب في مساحات عندك. يعني انا شايف انه انت كل حاجه يا كابتن برضه يبقى لها توازن. لازم يبقى مراقب باثنين، باك رايت محمد هاني ولازم يبقى بحد تاني. وده اللي كان بيعمله كولر، اللي هو كمان كان بيعتمد بشكل كبير جدا على طاهر محمد طاهر انه بينزل بيساعد هنا. انا بقول كده مع علي معلول ان هو لازم يقفل الحته ديت بشكل او باخر. الناحيه الثانيه كان كمان موجود محمد هاني، فحته ان انت بتشتغل مع باك وجناح في الحاله الدفاعيه ازاي بتشتغل فيها وازاي نستفيد من ديت حتى على مستوى المساحات اللي انتوا بتتكلموا عليها. هيكون في مساحات ورا كامافينجا، ورا كارفاخال هيكون في مساحات، طب نستغلها ازاي؟ تحرك محمد شريف او تحرك او النقله اللي هيعملها ممكن جدا التحويله السريعه من حمدي فتحي لاحد العناصر الموجوده قدامي. يعني بشوف محمد شريف ضروري جدا لانه
الميز رانر الوحيد في خط هجوم الاهلي اللي هو رانر بس، اللي هو رانر بدايه، ويعني بيحب يجري ياخد الكره وهو بيجري ويحب يفنش وهو بيجري من وضع الحركه. هو محمد شريف اه ممكن في بعض الاحيان كاس العالم للانديه هو هايل في نقطه الفينش، في نقطه الخطوره على المرمى بشكل عام، كل تصويباته اللي جت بتبقى خطيره حتى لو مش بين العارضه والقائمين. فمحمد شريف انا بشوف انه عنصر ضروري جدا في النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي يا كابتن. شايف ان بيرسي تاو اه تمام مفيد وضروري، مش عارف ايه الانسب، يعني كلها افكار احنا بنطرحها، هل يبدا الماتش ولا هل يكون سلاح في وقت ما؟ بس انا اخشى ما اخشى ان انت تخزن اسلحتك يكون ريال مدريد خد الجيم، تبقى متاخره سواء في النتيجه او في سيطره اللعب، لان ريال مدريد عادي يطلع 0-0 الشوط الاول عادي خالص بالنسبه له. انا زي ما قلت لحضرتك ريال مدريد الخصوم بيقلقوا منه لما يبتدي يفرض شكل الجيم، يبتدي يعني يسيطر على الريتم اللي هو عايزه، يعني بيحط الريتم يعني هو احيانا في ماتشات كلاسيكو يسيب برشلونه يعمل كل اللي هو عايزه في الملعب، يسيب كل النزالات الفرديه لبرشلونه وفي الاخر تلاقي ريال مدريد كسبان 3-0 3-1. احمد لازم تستغل ان ريال مدريد هتنزل الملعب عايزه ان هي تبين ان هي ريال مدريد وعايزه تهاجم بكل قوتها وعايزه تضغط على النادي الاهلي، فانا عشان كده بشوف ان فعلا لازم بيرسي يكون موجود في الملعب بيشد اللعيبه بشكل كويس جدا. واعتقد كولر من افضل الحاجات اللي بيشوفها بيرستاو ان بيرستاو اشول، فبيرستاو بيقدر يغير له شكل الفريق بشكل هجومي بشكل هجمه مرتده في المباراه اللي فاتت، ان هو استلم وبسرعه جدا حولها فبيعمل اكيد لخبطه بالنسبه لخط دفاع القسم يا كابتن، ان هو مش عارف هيدخل لجوه ولا هيروح لبره. فبالنسبه لبيرستاو ده بيبقى فعلا مؤثر بشكل كبير جدا. لازم شريف فعلا انك بتسند عليه بشكل كويس، لازم المسانده في وسط الملعب بالنسبه للنادي الاهلي انا بشوف ان هي لازم تبقى دفاعيه اكيد بشكل اكبر، ولكن اللي يزيد يكون فعلا عمرو السولي. انا بشوف ان عمرو السولي يقدر يلعب الحته دي بالنسبه لمارسيل كولر. كولر كمان اعتقد ان هو مجهز للمباراه بشكل كبير جدا في حته تغييراته هتكون هي عامل مؤثر. هو دايما من اول ما جه النادي الاهلي دايما تغييراته بتبين قد ايه ان هو راجل بيقرا الملعب بشكل كويس جدا، وده اللي خليه حتى فارق مع النادي الاهلي. فاظن ان هو الماتش اللي فات الجمهور حتى بتاع النادي الاهلي بقى متقبل ان هو يغير في التشكيل براحته وانه يبدل براحته، خلاص الكل عارف. يمكن حسين الشحات الماتش اللي فات ما لعبش والكل كان شايف ان هو لازم يكون لعيب اساسي، والكل كان حاطه وحاطط وراه 10. ادواره ايه ممكن تكون في المباراه؟ يعني اتكلم الكابتن كمان اسلام قال يعني كلنا كنا متوقعين انه هيشارك، ولكن قد يكون اجهاد شويه بدني، قد يكون مش جاهز 100% للمباراه وبيأجله لمباراه الريال. ايه التوقيت المناسب لحسين الشحات؟ لانه بتتكلموا انتوا على وجود بيرسي تاو وشريف، وبتتكلم كمان على وجود طاهر محمد او عبد القادر اظن يا كابتن حسين ممكن يشوط تاني، ممكن حسين يشوط يقدر يسحب الفرقه بشكل كويس جدا. بالعكس انا بشوف ان حسين يقدر يبدا الماتش ده، يقدر يبدا ده بالعكس يدافع احسن ويدافع ويهاجم. انت مهتم يا كابتن بان احنا نبقى ثابتين دفاعيا في البدايه جدا جدا، لانه كيف تستطيع ان توقف هذه الجبهه؟ وحضرتك شايف ده من وجهه نظر باك رايت؟ لا اصل انا عارف ان هاني يعني لو انا مكان هاني هيبقى الموضوع بالنسبه لي انا مطمن، انا اقدر، انا عارف ان هاني يقدر يعمل فكره ان هو يوقف فينيسيوس اللي هو واحد لواحد تمام، بس يقدر يسحل ظهري لكن طبيعي جدا يا جماعه ان انا كابتن انت مش عايز توقف حرقصته هيأسرع مني اكيد فيها انت عايز تعزل فينيسيوس. طب لو انا نور عليك انت عايز عزلت فينيسيوس هتفرق. انا وجهه نظري بقى لا مين في دول يا كابتن وكريم بنزيما طبعا وكل حاجه، ولكن فينيسيوس خطر كابتن برضه فكر. فينيسيوس ده هو اي حد عايز يكسب ريال مدريد بيلعب على فينيسيوس بيعزله تماما عن بالظبط. تشافي لما عمل ده مع اراوخو لما ثبت اراوخو عليه كان اول ماتش لعب عليه باك رايت هو ما بيدافعش خالص. فانا بقول واحد على واحد يبقى هاني مع فينيسيوس وكانه ما بيلعبوش الاثنين. كابتن انت لازم تعزله ان ماتشهم مع بعض ده ماتشهم مع بعض. انت كابتن ده بسيط فينيسيوس حتى لو هاني لازم تحط معاه حد قدامه، يعني انت بقى تحط واحد قدامه بقى وراه جنبه معاه هاني لازم يبقى مطمن بحد ان هو لما ترقص عشان يعرف يدخل الحرب الثنائيه دي لما ترقص. انا لو بلعب باك رايت هبقى كده لما ترقص ما انا هترقص، ما انا مش ممكن لو 10 لعبات ده طبيعي مش ممكن هاخد ال 10 يعني صعبه جدا، فطبيعي جدا ان انا اترقص، فلما اترقص يبقى معايا حد مش لما ترقص يروح للجول. طب السؤال الثاني برضه هاخد رايكم فيه، متعودين نشوف ان عبد المنعم بيلعب سنت باك شمال، هل في الجزئيه دي افضل يكون ناحيه اليمين عشان السرعات يعني هو اسرع شويه من محمود متولي؟ نقطه مهمه ممكن كولر يفكر فيها، عبد المنعم لعبها وممكن يفكر فعلا يكون ورا محمد هاني حتى في المنتخب في الحته اللي لعبها في المنتخب ولعبها حتى في مع كارلوس كيروش بالذات في ماتشات مهمه بيسد مع ماني ساعه امام عاشور ما كان بيلعب عليه كان بيسددها لعبها في الفاينل في افكار هو في فكره ناحيه اليمين على السرعه لانه اسرع من متولي،
وكمان انا شايف بدنيا يقدر يشتغل. حتى اللعيب الوحيد اللي ما ترقصش لحد دلوقتي في الجول ما شاء الله عامل ارقام محمد عبد المنعم الوحيد اللعيب اللي عامل 11 استخلاص وما فيش حد تم يعني حاول يراوغه ورقصه فعلا. فانا بشوف ان عبد المنعم دايما فينيسيوس يا كابتن بيحاول يدخل لجوه يعني بيدخل لجوه قوي يعني بس دايما انا بشوف ان فينيسيوس ده واحد من افضل اللاعبين يعني انا يومين سنه سنتين كمان بشوفه هيصل لاحسن لاعب. بس انا قلقان جدا لو لعب 4 4 انا كل الطرح ده ان احنا معتبرين ان في جبهه عشان عارف مين عشان فالفيردي لو فالفيردي فعلا لعب الجناح الكلاسيكي دي هيتفتح عليه الجبهتين لانه بيعتبر وينج زي ما عمل مع ليفربول في الشامبيونز. وعلى فكره هو ما قداموش غير ان هو يلعب كده. لا عنده انه يلعب مثلث عادي رودريجو واسينسيو. قدرات فالفيردي بتقل حوالي 50% لو موجود في وسط الملعب يعني هو وسط الملعب صرف صرف يعني هو ما بيقدرش هو محتاج يا رب يلعب فالفيردي في وسط الملعب. انت عندك لو فالفيردي ناحيه اليمين وفينيسيوس ناحيه الشمال هتبقى قد تكون مشكله لينا بالظبط. هو ده اللي حصل في الجون النهائي بتاع نهائي شامبيونز ليج اللي خدوه انه هما الاثنين من ناحيه بالظبط هما الاثنين واحد من هنا واحد من هنا ثانيه جابوا جونين. فالنقطه ان انت فالفيردي في الحته دي بيعرف ياخد بقى الحته الفرديه بالذات يعرف يدخل لك في فان شاء الله ربنا ايه يعني يعني انشيلوتي على الموضوع ده هو ممكن يخدمنا شويه لو لعب بمودريتش وكروس مع بعض. هقول لك ليه كده طبعا انك انت الاثنين لو ضغطت عليهم لا بقالهم فتره طويله كمان اولا انت لو ضغطت عليهم هتقدر تاخد الكره بشكل اسرع من تشاوبيني ومن حتى لو فالفيردي حتى لعب لا كروس ومودريتش يمكن افضل لنا شويه انت هتقدر تضغط بشكل اسرع.